كارس بشار تطرد سلاف فواخرجي من بطولة هذا العمل، وأيمن زيدان في رد فعل مفاجئ. هي ما لها علاقة بالمشاعر، بحب أو بكره، يعني هذا بالنهاية جزء من المهنة على ما يبدو بمرحلة ما. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر استبعاد الفنانة السورية سلاف فواخرجي من بطولة مسلسل حبق، بعدما تم الإعلان عن اسمها واستبدالها بالفنانة السورية كارس بشار. وفي التفاصيل، اشتعل الخلاف داخل مسلسل حبق الذي كان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة سلاف فواخرجي، بعدما أكدت تقارير صحفية استبعاد الأخيرة من المسلسل وتعاقد مع فنانة أخرى. وبدأت القصة حينما كشفت وسائل إعلام سورية قيام الفنانة سلاف فواخرجي بإقناع شركة فنية جديدة مهتمة بإنتاج الأعمال الدرامية بفكرة مسلسل حبق للمؤلف بلال شحادات والمخرج باسم السلكة. وأسهمت سلاف في الإشراف على المشروع وشاركت في التعاقد مع بطليه مهيار خضور وفهد صبيح، إلى أنه جرى استبعادها لاحقا وبشكل مفاجئ عن دور البطولة، وكذلك استبعادها عن الإشراف على المسلسل والتعاقد مع كارس بشار بدلا منها. إجت على عرسي وهي غير معزومة، وإجت خربت لي عرسي، وكأنه انقلب المكان لحفلة رأس السنة أو أي حفلة أخرى، وأنا وقاعدة عروس ومبسوطة وكذا، ما شفت، كانوا بدهم يجيبوا التورتة مع السيف، شفت السيف إجا بس التورتة ما إجت، جايبين حدا من مزبطة يعني كيف القصة، حدا جايب لها قالب الجيتو وعملت عيد. ودافع الفنان السوري أيمن زيدان الذي كان قد أشرف على المشروع قبل رحيله عنه لأسباب لم تعرف بكلمات عن احترافية ومكانة الفنانة سلاف فواخرجي. وفي تدوين له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال زيدان حول ما يكتب عما حدث مع سلاف فواخرجي بخصوص المسلسل الذي تولت التحضير له ثم أصبحت خارج المشروع: عادة لا أتدخل في هذا النمط من التداعيات، لكن أجد لزاما علي أن أدون رأيي حول هذا الأمر باقتضاب. وأضاف في تدوينته: من المؤسف أن تتعرض فنانة بقيمة سلاف فواخرجي لما تعرضت له. سأختصر الأمر ببضع كلمات: أنت ستظلين أنت يا عزيزتي، وستظلين أكبر بكثير ممن تصرفوا بهذه الطريقة في هذا الزمن الأغبر. تتبدل المعايير وتفيض مياه المستنقعات الأسنة، فدعينا يا صديقتي نركن بجوار السواقي الصافية وإن كانت لا تروي شغفنا للفن النبيل. وتضامنت سلاف مع ما قاله زيدان في حقها من خلال التعليق على التدوينة، حيث كتبت: يكفيني أن أكون بجانبك وأركن في صفاء كلماتك لأكون بخير. فقال لي: لا، السوريين يقعدوا ورا. فأنا الكلمة ما تحملتها. السوريين يقعدوا. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.